مسرح مفتوح مبدعون وموسيقى حولت الشارع إلى مساحة فنية مليئة بالفرح والجمال. هي تعز عاصمة الثقافة اليمنية وهي تحتفل باليوم العالمي للموسيقى. تعز تعزف للسلام، شعار اختاره مكتب وزارة الثقافة لهذا الحفل المدعوم من السلطة المحلية والمقام في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة. نقدم مهرجان تعز تعزف السلام، وتعز مدينة السلام، تعز مدينة المحبة، مدينة الثقافة، مدينة كل الإبداع. الإسهام في خلق جو ثقافي وحضاري أحد أهداف اليوم العالمي للموسيقى الذي يحييه فنانو العالم ومثقفوه، وهو ذات السبب الذي دفع هؤلاء هنا للاحتفال رغم الأوضاع التي تمر بها المحافظة بشكل خاص واليمن بشكل عام، في تأكيد منهم على أنه وإن لم تكن البلد بأكملها تملك ترف الاحتفال بمناسبة كهذا، فمدينتهم ما تزال تتمسك بروحها الإبداعية والفنية. عدد من الموسيقيين أحيوا الحفل، من بينهم الفنان الشعبي عبد علوان وغيره من المواهب الفنية الجديدة بأغاني ورقصات تراثية وشعبية، قدمت لوحات موسيقية تغنت بالحب والتعايش والسلام. الحفل شهد حضوراً لعدد من الشخصيات الفنية والاجتماعية بالإضافة لحضور كبير من سكان المدينة من مختلف الفئات العمرية، ولسان حالهم جميعاً أن تعز وبرغم الحرب ستعزف للسلام.